السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. اليوم إن شاء الله غنقدمو واحد الوصفة اللي غنستافدو منها وزوينة بزاف. هو الطون غنوجدوه في الدار، طون منزلي بحال اللي كنشريو ديال لي بواط، غنصاوبو على يدينا باش نعرفو شنو كنصاوبو فيه. غنحضرو معاكم، راه كنديرو ودائما كيجي غزال وكيجي والله العظيم حسن من ديال لي بواط. يعني كتستعملوه وتحضروه في البيت وتحتاجوه لاي حاجه حسن من الحاجه اللي كتباع. بسم الله وتوكلنا على الله. انتم خديت هاد السمكه ديال الطون، قطعتها دوائر بعد ما غسلتها. عندي هنا عريشه ديال الازير، غسلتها ورقتها في الحامض، درت عليها الحامض. كتحيدوا لها ديك اللي كيكون هنايا ديك واحد هذاك حل، كتغسلوها مزيان و درت عليها غير الحامض صافي. اللي غنستعملو هنايا عندنا واحد العريشه ديال الازير، عندنا هنا الملحه الحيه طبعا، عندي ازير هذا غنحتاجو حتى من بعد الطياب، ازير يابس. عندي هنا قزبور يابس، عندي هنايا شويه الزعتر، عندي شويه ديال البزار، عندي هنايا اوراق سيدنا موسى، عندي حبوب ديال الابزار اما كحل ولا ابيض اللي كان. هنا خديت هنايا خديت الكسكاس، درت فيه هذا الورق ديال العرش ديال الازير. غندير هاد الوريقات ديال الراند هما لتحت، اوراقات سيدنا موسى نستعمل هاد هكذا. عندي هاد تقريبا غير القشره ديال الحامض اللي عصرت، هادي حامض بلدي ولكن باقي فيها. انا هادشي اللي كندير، واخا ديروا منه يعني هاد التتبيله اللي دايره انا ماشي ضروري ديروها كلها، واخا تكتفي. واللي ضروري هو القزبر يابس وازير والزعتر والملحه، يعني مهمين، والحار. انا مازال ما درتش الحار. هانتوما هنا غناخد هاد القطع ديال الطون ديالنا، عندي هاد الضريس ديال الثومه غير ضريس صغيور، اما حكوه ولا قطعوه، حتى الثومه اختياريه. درت هاد شويه ديال الثومه، دابا التوابل غندردرو الملحه، غنديرو قزبر يابس، غندير شويه ديال الزعتر، الشيء الاخر غنخليوه تنديرو في القراعي. هنا اكتفينا نتوما بالورق ديال الرند وازير والقزبر يابس الملحه والزعتر. دابا غادي نردو يتبخر يطيب، راه دغيا كيطيب وعاد نرجع معاكم. بعد ما احنا درنا الحوت ديالنا يتبخر، القراعي عقمناهم كما كتشوفوا باقي سخونين، ما غيتمسحوا لا والو، نجيبوهم ونقلبوهم على واحد المنديل ينشفوا هكذا، هما الغطايات ديالهم، نخليوهم بما وجد لنا الحوت. ها هو دا الطون ديالنا وجد. كنت كنقصو بالموس باش نشوف اذا كان فيه الماء، خليوه حتى كينشف الماء. هانتوما نبدا نجبدو، نحيد هاد الوريقات من هنا. بسم الله، شوف تبارك الله كيف كيجي غزال، حسن من داكشي اللي كنشريو وعاد كنضرو الصحة ديالنا. هانتوما هادشي كيبقى صافي، دابا شنو غنديرو؟ غنقيو هاد الحوت ديالنا من هاد الشوائب، انا غنوريكم نجي فاش ننسلو. كيف قلت
كتكون نقيوه حيدو هاد الجلدات بسهوله كيتنقى بسهوله، وغتعزلو غير اللحم البيضاء هذه اللي غتكون زرقاء خليوها بوحدها ما ديروهاش مع هذا، احتفظوا بها جانبا هذه خليوها بوحدها. هو حتى الشوك يعني ساهل باش يتحيد، راه غير فواحد الجهه اللي كاينه الشوك ما كاينش فيه كله. وبالنسبه اللي بغيت نقول لكم حتى الطون الصغير راه كيجي ماشي غير هذه اللي كتكون هكذا كبيره، هذيك اللحمه ديالو اللي كتكون زرقاء هذيك حيدوها. هانتوما الشوك يعني كيبقى بوحدو باين ساهل تنقى، ماشي شي حاجه اللي صعيبه الانسان غير يتوكل على الله يدير شي حاجه في البيت اللي يستافد منها. ناخذ غير ديك الهبرات اللي بويض انا نبقى نقي وعاد ديك الساعه نرجع معاكم نوريكم حتى النقا ديالو كيفاش خرج. انا نقيتو، شوفوا هذا هو اللي حيت منه غير هذا الشويه هذا، يعني ما فيهش كسور ولا شي حاجه، هذا اللي ماروك يكون شويه مر، احنا حيدنا هذا. نتوما الحوت ديالنا كيف كيبقى ابيض، هذا غير عزير. دابا غتقطعوه هكذا طراف القطع اللي بغيتو نتومايا، يعني كل ما كتزيدو تحلو غتبان لكم شي شوكه فيها هكذا قطع القياس اللي بغيتو غادي تخدمو بهم. هانتوما هاد اللحم ديالو كيف تجي بيضة غزالة مع هاد الحامض كيخليه ميكحلش. اللي بغيتو قطع كبار بحال هكذا تحتاجو شي حاجة أو ديروهم، المهم الإختيار كيبقى لكل واحد. أنا قطعتو كلو هنا القرعة اللي عقمنا، أنا ما مسحتها لا والو، كنت غير قلبتها وفتالي كتخليوها مايلة غير هكذا باش كيدخل لها الهوا باش كتيبس من الما. وغنديرو هاد السمك ديالنا الطون، كانوا قراعي صغار ديروا قراعي صغار اللي عندكم بحال بحال. انا صدقوني والله العظيم اللي كيجي غزال، وذوقوا الملحه بعدا ذوقوا الملحه. هذا اللي كنت صايبه في رمضان هانتوما باقي فيه شويه، يعني انا قلت لكم راه كيبقى 15 يوم، 15 يوم دوز لي ما وقع له حتى شي حاجه، كنظن عاد راه يكون اكثر. هنا غنزيد شويه القزبر يابس كيعطي واحد البنه زوينه. غندير حبوب الابزار حبوب، غندير قزبر حبوب، واحد هذا شويه ديال الازير يابس، غندير واحد جوج مزيودات. هذا غير اختيار، هادشي كله هاد التنسيمات كلها اختياريه. غندير زعتر، في الاول درت زعتر دابا غندير زعتر. انا قلت لكم يعني اللي هاد المنسيمات نتوما تختاروا اللي بغيتو ديروها ديروها. دي غير كتزيد تعطي واحد البنه كيجي غزال، ويعني كيجي باش قلت لكم كيجي افضل افضل من ديال الزنقه. بسم الله. دابا هنا غندي نزيد الزيت البلديه، زيت البلديه خلاص جديده حلوه،
وهذه راه ما غطيه لكمش، راه بها غتبقاو ديروا الشلاضه تنسمو بها كاع ملي ما يبقى لكمش ديك السيت غتخدمو بها في عط. نخليه تزيد بحيث عاد كيدخل داخل. هذا غنضيف على هادشي اللي بقى لي باش ما نكثرش قوة القراعي. في البيتزا، في ديك الخبيزات اللي كنديرو معمرين، في المسمن معمر، اي حاجه اللي كتستعملو في الشلاضه، الشلاضه ديال هربر ولا ديال الروز كتستعملو فيها. نزيدو واحد الورقه ديال سيدنا موسى، هادي غير نتوما كيف قلت لكم شوفوا غير الملحه. انا قلت لكم هاد الشرا كيبقى فوق 15 يوم، انا 15 يوم جربتها، وهذا راه بقى لي شويه من رمضان، راه جبرتو باقي مزيان، راه طقت باش انا زدت عليها هاد الشويه اللي بقى لي، جبرتو باقي غزال. وكانت عندي قرعه واحده اخرى زيت ديالها كلها استعملتها، يعني كن نصوبها في البيتزا ولا في اي حاجه ولا في الشلاضه كتجي زوينه. ها هو دا الطون ديالنا وجد، نتمنى ينال اعجابكم وبالصحه والراحه، ما تعكزوش غير جربوه، والله العظيم الا كيجي غزال من احسن. زعما تحضروا شي حاجه ديال الدار على حقها وطريقها وكتعرفوا شنو درتو فيها، وحتى المذاق كيجي ديالو زوين بزاف. دابا الوقيته ديال لي صالات وديك الشيء يعني غتحتاجوه بزاف، ولا في البيتزا ولا في خبيزات معمرين، اي حاجه كتحتاجوا فيها الطون غتجبروا عندكم في الدار، وكيعطي كيمياء مزيانه وكيبقى مده طويله. على ذكر انا راه كنديرو في الثلاجه بحال دابا كنديرو في الثلاجه، ولا درتو كيمياء بزاف ربما طيح شي حوته كبيره، ولا تشريو ديك الصغير يكون يعني كثير، غديروه في قراعي بحال هكذا صغار وغتعمروه، يكونوا معقمين غتعمروهم وتصاوبو نفس الطريقه، وغتوليو تسدوهم مزيان وديروهم في الكوكوت، غتفرشوا له واحد المنديل وتحطوا القراعي ديالكم مسدودين مزيان، والماء يكون فايت النص، الماء دائما يكون فايت النص، وغتسدو عليهم واحد 30 دقيقه بعد ما تصفر كوكوت والنار مهيله، النار ماشي ميته كاع، المهم متوسطه، نص ساعه بعد ما تصفر وتنقصوا لها العافيه، تخليوها ساعه وما تحلوش الكوكوت ديك الساعه، تخليوها حتى تبرد حتى يمشي من هذيك النفس تحسوا بها بردات، عاد تحلوا القراعي وليو قلبوهم على فمهم، يعني القاع ديالها غيكون هكذا من التحت، هاد الطايره تكون من التحت، وتخليوها حتى يبرد وحطوها ديك الساعات. هذاك ديرو غير بلاكارات، ما ديروش كاع في الثلاجه. القرعه اللي جبتيو باش تبداو تستعملوها هي اللي ديروها في الثلاجه. هكذا انا كندير، يعني الا درتو في قراعي صغار وخفتو عليه ديروه في هذا، يعني في الكوكوط باش كيصبر مده اطول، وبلا ثلاجه بلا حتى شي حاجه. وهذه هي الوصفه ديالنا ديال هاد النهار، ان شاء الله اتمنى تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله.